طيب يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب. شامي مالك يا بنتي؟ في ايه؟ مال عمك؟ تعبانين يا خالتي مش قادرين نقف. سلامتكم، خش خش. اهلا وسهلا بيتكم ومطرحكم. في ايه؟ معلش يا خالتي لو جينا لك في وقت زي ده، بس برضك يا شامي ده بيتك يا بنتي، تيجي في اي وقت. مالك يا استم شامي؟ اللي حصل لنا ما جراش لحد، ما جراش لحد. ارتاحي ارتاحي يا اختي، ما تتحدثيش دلوقتي. بقول لك ايه، تعالي معاي نعمل لها كوبايه شاي ولا حاجه. بقول لك ايه يا شام، امك يا بنت بتترعش، نشيع للدكتور عادل يجي يطل عليها. لا بلاش دكتور يا خالتي، هي ما تشرب الشاي هتبقى كويسه. طيب يا بنت اللي تشوفيه اقعدي معاها. سلامتها افتح يا روزين، ما هو انا مش هنسيبك تتخمد اكتر من كده. بالهداوه يا ابني، واحده واحده علقتي منامنا. خش نام يا حاجه وخليكي في حالك وقفلي بابك عليكي. بنقول لك افتح يا روزين في يومك الازرق ده، ما هو انا مش منقول من هنا ان شاء الله نحط لك لبكره. انا لو اعرف بس يا ابني انت عايزه في ايه، انا هبلغه لما يصحى. متشكرين يا ست. انا فاكراك، مش انت اللي كنت بتيجي تزورهم ومعاك هدايا؟ يا اما قلنا لك خش نامي واقفلي شرعتك عليكي، انا عفاريت الدنيا بتتنطط قدامي دلوقتي. ماشي يا روزين، انا هنستنوك قدام البيت ان شاء الله نقعد بكره. هتروح مني فين؟ انا حبيبي يا ناقص يا زبالة يا وسخ. ودي الاسعاف عطل. انا مش هسيبك، انا هطلع روحك، بس الاول لازم تقول لي ليه يا روزيق عملت فيا كده؟ ليه خليتني ضحكه في وش الخان؟ ليه يا روزيق مسخرتني؟ ليش حرقت النار جوايا؟ ليه؟ انا بتخيل عطل، بتخيل عطل، حرام عليك. ليه كنت عايز تقتلني يا روزيق؟ ليه؟ ما تخليش حد وقع بيني وبينك، أنا حبيبك. حبيبك؟ بعد ما اتكشفت قدام العالم كلها؟ لا، ده أنا هكشفك أكتر وأكتر، حواري العالم دي كلها إنك نتن وزبالة وما تسواش. أنا مسموح. فين تمن البضاعة يا روزين؟ فين التلاتين باكو؟ البضاعة مرزوق أخويا. أنا ما أعرفش أنا مرزوق ولا غيره، أنا ما أعرفش غيرك أنت، وحقي أنا هاخده منك أنت. بس قبل ما اخد حقي هاخد روحك، هجرجرك في شوارع اسكندريه كلها، هاخدك على سوق البياصه واوري الناس كلها انك كلب اقرب ونتن. فين تمن البضاعه يا روزي؟ فين تمن البضاعه يا روزي؟ فين انت؟ فين؟ روزي روزي انا مش مصدق اللي سمعها منك دي. هو ده اللي حصل، ربنا بعت امي في الوقت المناسب والا كانت حياتي كلها انتهت. لو كان نفذ اللي في دماغه كنت انا اللي قتلته بعد ما فوق وبعديها هرمي نفسي في البحر. كابوس يا خالتي، اللي حصل ده كابوس. دي مصيبه يا بنتي،
مصيبة كبيرة. والله ما نعرف أمك استحملتها كيف. والله يكون في عوننا. أنا مش طالبة منك غير إني نرتاح عندك النهاردة لحد ما فكرنا نروح فين كده. برضو يا شامي ده بيتك يا بنتي ومطرحك، تقعدي فيه زي ما انت عايزة. الحمد لله يا شام ان ربنا سترها معاك يا بنت. عارفة سترها ليه؟ عشان عارف كديه انت طيبة وكديه ولدي بيحبك وما يقدرش يعيش من غيرك. انا خايفة يا غلط. ما تخافيش يا ضمري، ما تخافيش يا بنتي، انت بخير وزي الفل والحمد لله سليمة. أمك كمان كانت بتدافع عنك، يعني ما فيش عليها ذنب. فينك يا طلعت يا ولدي؟ فينك يا دنوي؟ كان شال عنك الهم التجيل ده. أنا عايزة يرجع بقى، مش عايزة حاجة بالدنيا غيره. هيرجع يا بنتي، هيرجع يا رب. هون الأيام اللي جاي يا رب. لازم أبعد، لازم أقتل الإحساس ده جوايا، حتى لو كنت متأكدة أنه إحساس نظيف وطاهر. مش لازم يبقى له أثر علشانه هو. مش عارفة ليه حاسة أنه في خطر. كيف أبعد عنه وأنا خايفة عليه؟ كيف؟ اللي بتفكر فيه ده لازم تنساه. متحلمش حلم مش هيتحقق. أحسن حل إنك تنعس ولا غصب عنك. هو شفيك صاحي؟ لسان عسان. وانت ما نعستش ليه؟ مش عارف، بس الليلة اللي فاتت كانت صعبة. الكبير خلاني اللي عمله معايا احس بالامل. عرفت كده هو خايف علي وعايز يرجعني لنفسي الدنيا من تاني. كان دكتور بيعالجني. أبويا؟ أيوة. الشغل هو اللي هيرجعني نفسي من تاني وهيرجعني للدنيا كلها. وأنا لازم أعيش زي كل الناس. ما ينفعش أقفل عليا مطرحي وأستنى لما ربنا يفرج عليا بالحل. الحل إن أعيش ولا إيه؟ أنت متغير قوي. غيرت كتير، الشغل غيرني كتير وسبت الكبير فيا غيرتني كتير. وانا لقيت الحل لنفسي عشان اعرف ادخل في وسط الناس وعيش بيناتهم. لقيت الحل اني انسى. تنسى ايه؟ تنسى اللي انا مش فاكره. اخرج اقابل الناس اتعامل معاهم وانا متاكد ان مفيهاش حاجه. الكبير اللي عمله معايا اداني ثقة في نفسي. انا ما قدرتش انام ولا انعس غير لما اشوفك. احتاج احكيلك. انت قلت لك كفايه يا جناوي. من ساعه اللي حصل مع بدر انا عمال اقلب الحكايه في راسي.
أنا ما عنديش شك في طلعت، أنا عندي قلق عليه. في حاجة غريبة خلته ما ينفسي ولا خطوة من اللي اتفقنا عليه. طب وفرض إنه فكر تاني ورجع في اتفاقه معاك؟ يرجع في اتفاقه كيف؟ لأي سبب؟ الدنيا علمتنا إن مفيش حد مضمون 100% إلا طلعت. ولو طلعت رجع في اتفاقه معاي هيعمل حاجة واحدة بس، هيقتل جعفر قبل الميعاد المحدد، وده مش هيتم إلا إذا كان في خطر شديد قوي. يعني هيقتله يا يضيع هو، عملية انتحارية يعني. أمال ليه بيعمل كده؟ ده ولا حتى اتصال واحد لحد دلوقتي، ولا معلومة ولا مقالة بعتها. اصبر يا جناوي، خلينا نتصرف وبالهداوة. احنا بننفذ عملية كبيرة قوي ما عاوزاش انفعال. في حاجة خلته ما يقعدش في الفندق مع ان مهمل حاجته هناك، وحاجز الغرفة كيف ما اتفقنا. ما هو لو كان اختفى ومالوش اثر كنا قلنا انه مات ولا جرت له حاجة، انما ده موجود وبيتحرك. عموما اللي انا عملته اكيد هيجيب نتيجة حتى لو ما اتصلش خالص. داخل البلد كلها متراقبة، عربية شفيق لسه ما طلعتش من ساعة الحكاية دي، اول ما تطلع هنعرفه. يمكن شفيق رايح يقابل طلعت او يكون معاه، بعدها نتصرف بالطريقة اللي رتبناها. انا مش عارف ليه بيصعب علينا الامور بالشكل ده، ده بدل ما يسهلها. اكيد المانع شديد قوي. ايه فك سحنتك دي عاد، انا قلبي حاسس ان الحكاية هتمشي احسن من اللي احنا عاوزينه. كمان يا الله، مالك يا مصطفى؟ مالك؟ عطشان عطشان. ست والدتك والدتي ايه؟ اصلا كنت بتنادم عليها طول الليل. ريت ريت اشوفها حتى لو في الحلم. انا كمان نفسي اشوف والدتي في الحلم، نفسي اتحدث معاها، مشكلة همي واقول لها انا نفسي في ايه. اصلها غابت عني وانا عندي سنتين. يا ست والدك مش موجودة. انا تربيت مع مرت ابويا طول عمري. كيف لو جدلك في الحلم عندي؟ أحس بيها. لو جاتني في الحلم هتكون هي، مش هتكون واحدة تانية. عندك حق، الأم عمرها ما تكذب على ولدها ولا تخدعه أصلا. عندك حق. بس أنت مالك يا راجل؟ طول الليل وأنا بنام وأقوم ما لقاكش في سريرك، ولما فقت لقيتك في سابع نومة. انت كنت فين طول الليل؟ كأنك ما تعرفش. انا كنت بشتغل. بتقول لي شغال؟ شغل ايه ده اللي يخليك تنازع طول الليل؟ بدير يا بدير، انت يا راجل. مش كنز يا كبير، مش كنز، مش كنز. كنز يا راجل اللي بتحلم بيه؟ وين منايمك بخلقتك على الكنبه؟ راجع تعبانه تهاني، لقيتك نايمه على السرير بالعرض،
خفت اقول لك تاخري يا بابا تصحي وما تنامينيش. نعمة هاني تلفونك ما بطلش رن من ساعة. اها طب يلا حضري لي الحمام عشان اتسبح. يلا واقفة متسمرة ليه؟ ما تروحي. ايه اللي واكل الناس ودي؟ ايوه يا بو انتي، انا مش جاي لك تختار الميعاد المناسب اللي تحدتني فيه. هتقول ايه؟ طب يا حبيبي ليه ما عملتلهاش شويه نعناع ولا شويه كراوي على دماغ اللي جابك؟ حالتها صعبه قوي. طب اسمع، خلي مرتك تقعد جارها وانا هشاور الكبير. يا واد اسمع، انا هحدث الكبير وهكلمك تاني. ايام الفقر بقى الواحد مش عارف يرتاح في السرايا دي. روح شوف الحكايه بنفسك وبلغني بالتليفون. ها اروح ميتي دلوقتي؟ غير خلاجاتك واطلع على هناك طوالي. انا عندي كم مشوار بخصوص الانتخابات. ها اعدي على صلاح وبعدين اعاود هنا عشان نتقابلوا. ها اوامرك يا كبير. اذا لقيت حاجه اعملها. ها ابو حامد، ابو حامد خدامك يا كبير. العربيات والرجال جاهزين؟ جاهزين يا كبير. يلا بينا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا قله الحباب يا بدير، بقى ماليش حظ انعس في السرايا دي، كل المراير فوق راسي. يا حزنك المحوج. ازاي ابويا عرضك لظروف زي دي؟ ده كلام غريب اول مره بسمع. وانت ليه متضايق يا شفيق اني بشتغل؟ عشان صحتك ما استحملش شغل من النوع ده. طب اذا قلت لك ان حالتي اتحسنت الحمد لله على الشغل واني ممكن. لا انا هروح لابويا اتحدث معاه اشوف ايه غرضه في الحكايه دي. انا حاسس لك يا بابا شكلك تعبان، ما تنساش تاخد الدواء بتاعك. ابوك طلع من نص ساعة. طلع؟ شفيق كيفك دلوقتي يا اخوي؟ بخير والحمد لله. هو انت ما بتزورش خطيبتك ولا ايه؟ خطيبتي؟ مش كتير. لا يا شفيق، لازم انت تخليها تحس انك مراعيها، دي هتبقى مرتك، خصوصا اني سمعت انها عيانة وبيعالجوها. عيانة كيف يعني؟ انا كنت بتحدث مع ابويا عنها امبارح وما جابليش سيرة الموضوع ده. يمكن محبش يشغلك. انا سمعت ابوي بيتحدث في التليفون مع واحد كان بيقول خلوا بالكم منها وعالجوها زين لحسن دي تخص شفيق ولدي. انا قلت في نفسي اكيد بيتحدث عن خطيبة شفيق. قول ايه؟ سموني حرام عليك، انا بموت ومش هسيب هيبقى في رقبتكم كلكم. انت ما عندكوش رحمة ولا ضمير ولا اي حاجة. مش ممكن، مش ممكن كلمة يأثر فيكم. انا عايزك تهدي يا ست هانم، انت عياني وده مش زين عشان صحتك. صحتي راحت، صحتي انا فهمت قصدكم كويس على فكرة. أنا عارفة إن أنتوا عايزين تشوفوني وأنا بموت. مش ده حكمكم، مش ده حكم كبيركم عليا. قول لك إيه بس؟ أنا لو عليا همك لحالك، أنا بنفذ الأوامر. جنابك يا بيه. انت يا بهيمه، انت
انا مش جاي لك مرضك تقعد جارها تراعيها طول الوقت. المرة قعدت جنبها زي ما امرت سعادتك، لكن هي بتقول يعني ان الست مالها ما تتحدث على طول يا اخي. هتقول ايه؟ لعبة كدي مش هتخيل علي، فاهمة؟ هبعدي الوقت أجيب دكتور يكشف كذبتك. هات اللي أنت عايزه، أنا ما بكذبش ولا كنت عايزة ده يحصل أصلا. عارف ليه؟ لأني ما اتمناش أرتبط بيكم أكتر من كده. قصدك إيه؟ اسأل الست دي، هي اللي نبهتني لما حكيت لها الأعراض اللي عندي واللي أنا حاسة بيه. حديثة صح؟ دي الحكاية باينة زي الشمس يا كبير. الست حامل. طب هو ده الوقت؟ قولي استنيني تحت، خدي جوزك معاكي. حاضر. يلا عشانك. هو عشانك مرتك ما بتنطقش خالص، مش كده؟ تعرفنا من زمان يا كبير. ايوه غور. يلا روح غور. لا بلاش. يعني ايه؟ انت عايز مني ايه؟ قول حكمك وانا هقبل بيه مهما كان، بس والنبي والنبي ما تسيبنيش هنا. استحمل شويه لحد ما تخلص انتخابات، بعدها هقول لك انا بعمل كده ليه. الشفيق مش لازم ينشغل بيك وافكر فيك الايام اللي جايه. بعد الايام ما تعدي أوعدك إن أمورك هتتصلح وحنلاقي الحل اللي يرضينا كلنا. أنا مش فاهمة. أنت من ذا الوقت تاخدي بالك من روحك، الكل هنا تحت أمرك في أي طلب تطلبيه، ها؟ لكن طلوع من هنا ما ينفعش. صدقيني لو كنت أقدر كنت ريحتك. ها؟ مش عايزة حاجة قبل ما أمشي؟ عايزة أكلم أختي. ها؟ مكالمة واحدة، ها؟ تقولي لها انك بتشتغلي وانك زينه، تطمنيها، ها؟ ما تزوديش اي كلمه ثانيه. حاضر. دير هرجع لك ثاني ومع تليفونك تتحدثي منه. هاي بدير. تفضل يا كبير. معرفش جنابك بتفكر في ايه، لكن انا رايي يعني ان احنا نقول لشفيق خلينا نخلص من موال الازرق ده. انا بتحدث طول الوقت مع شفيق وهو على استعداد يعمل اي حاجه بس يخلص مرته. ده انت جنابك لو قلت له طلقها دلوقتي هيطلقها من غير ما يفتح خشمه. لا مش ده الوقت. يبقى اكيد جنابك في راسك طريقه تانية علشان نخلص منها. اخلص منها؟ بس اللي بطنها من شفيق يمكن يكون وعد. وعد؟ والله كل شيء جايز. قل لهم يغزوها كويس، تشرب لبن، تاكل فراخ ولحمه لك قد ما تقدر، ها؟
أول مرة أشوفك بتتحدث كده. في حاجة مغيراك ومعصباك ومخليك مش طايق روحك. شارب هفضل أشرب لحد الصبح. تفضل تشرب إيه؟ أي مرار طف ينسيني الهم اللي أنا فيه. خلاص مش قادر استحمل. أنا السبب في العذاب اللي تتعذب. أصبر بس هبابة يا شفيق لحد ما نعرف ونطمن عليه. أنا متأكد إنها تعبانة تعبانة. ما تدوسش على روحك كده، ما تشيلش نفسك الهم. أنت لو كان بيدك كنت نجدته. لكن يعني لكن إيه؟ لكن أنا مش راجل. فاهم يعني إيه مش راجل؟ مش هو ده اللي أنت عايز تقوله؟ مش القصد يا شفيق. أنا على كد فهمي أنت مش عايز توقف قصاد أبوك، وده طبيعي وما يقللش من شأنك، خصوصا لو كان أبوك دي هو الراجل اللي الناس كلها حطاه فوق راسها وبتحترمه. ده ما اسموش احترام، ده اسمه خوف. جبن. قول لي ان انا جبان يا مصطفى، قول لي عشان ارتاح. لا يا شفيق، انت راجل زين محترم قلبك ابيض. صدقني يا شفيق، صدق واحد ملوش عندك اي مصلحة. ما تعبان يا مصطفى، تعبان. بدير بدير معوش تتحدث معايا ليه؟ انت زعلان مني؟ انا خير يا ولد عمي، انا تحت امرك. انا ما قدرتش استحمل اكتر من كده، وانت مش عاوز تقول لي حاجه، مش عاوز تريحني. طب وطي صوتك وقول لي ايه اللي مضايقك، وكل حاجه هتحل بعون الله. طب هنادي مالها؟ فيها ايه؟ هنادي هنادي زي الفل. انت ما بتقولش الحقيقه، حرام عليكم. بتلعبوا حياة واحدة غلبانة ملهاش ذنب غير انها حبتني. انا ماليش صالح يا ولد عمي، انا طول عمري واقف في صفك. صدقني يا شفيق، كل اللي اعرفه ان الست بخير وصحتها زينة قوي. انا كل يوم بسأل عنها الكبير. بس خلي بالك يا شفيق، الكبير فاهم ده سر بيني وبينه. لو عرف ان انا بتحدث معاك هيطين عيشتي. انا زهقت كفايه كده. اهدى يا ولد عمي، عاجبك اللي عامله في نفسك دي؟ ما تنساش اتفاقنا يا شفيق، انت لو خايف عليه ومش عايز تاذيه اوعى تجيب سيرتها قدام الكبير واصل. وانا زي ما قلت لك هي بخير وهطمنك عليها بكره كمان، بس لازم نتصرفه بعقل وننفذ اوامره. برضك هو فاهم المصلحة الكبيرة فيه. المصلحة؟ أنا طالع عاوز أشم هوا نظيف. رايح على فين أنت؟ أنت عيان ولازمك راحة. طلع الأقصر مع مصطفى، أبقيت زين. خلاص نبلغ الكبير بالتلفون. لا بلغه بعدين عشان خاطر مصطفى. غير خلقاتك
هتيجي معايا. اسمعني زين، وصلني خبر دلوق ان عربية شفيق اتحركت على اول طريق الاقصر وماه واحد، جايز يكون طلعت. خليك في استقبالهم، اذا طلع هو اعمل اللي قلت لك عليه وحر الزين. ما تفعلي بقى باللي انت بتشرب يا شفيق. ليك فايق ده مشروب مفيد قوي. مفيد كيف بس يا واد عمي، انت كل ما بتشرب زيادة بتتعب زيادة. بالعكس بقى، ده اكتر مشروب في الدنيا بيريح، على الاقل بيخلينا ننسى. ما تاخد كاس من يا واد عمي تنسي؟ انا مش عايز انسى، انا عايز افتكر. ما هو انت مش فاهم حاجة، لما هنشربه هنتخربط على بعضينا. انا هنسى اللي فات وانت هتفتكر اللي نسيه. خد لك كاس واحد بس. لا يا واد عم، واحد بس يا واد عم. انا اللي بقول لك ما تشربش، عايزنا نشرب يا شفيق. امسك يا مصطفى. لا يا شفيق شرب بس دوق وهيعجبك الجو. يلا هوب هوب. العب بقى يا ابني. هي اول كاس بس، بعد كده هتتعود عليه. اشرب. لا 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 مش قادر مش قادر. براحتك، سيبك شويه وبعدين اديلك كاس ده. انا ثورت له وخرج، ما خرجش وراي. لا هو بص في عينيا وفهم انا عايزه ايه كويس قوي. حاضر هحاول تاني. انا فاهمه اللي انت قلته لي وحافظاه بالحرف الواحد. كانك انت اللي عملت العامله المطينه الطين دي، كان لازم افهمها من الاول. مين اللي يقدر يسمعني وانا بتحدد في التليفون غيرك؟ مالك اتحمكت كده ليه وعايز تاكلني بعينيك؟ ده انا عايز اكلك بسناني، عايز امزعك تمزيع. تهبشتي في راسك يا بت، بتلعبي بالنار وعايز تحرجيني معاكي. انت اللي في يدك كنز ومهمل ويضيع منك، في يدك الواد اللي يجش وما عايزش تاكل. اقفلي خشمك، ابوك لو عرف عملتك السودة دي هيخلص علينا من غير ما يرمش له جفن. ابوي ما هيعرفش حاجه، شفيق ما يقدرش يقول له. انا خبره زين ناعم وجبان، الا اذا كنت انت اللي ناوي تقول له. اقول له اعمل ايه فيكي دلوقتي؟ بس انا لا استاهل، جرجرتيني في الحديد مع اني ما قلتلكيش حاجه، لكن انت زي الشياطين ربطت كل حاجه في بعضيها وفهمتي. انا تهاني يا بدير افهمها وهي طايره. والعمله اللي عملتيه غرضك منها ايه يا فاهمه يا ست العجلين؟ قلت لك 100 مره ابويا مش لازم يشوف من العيله غيرك، يعرف انك الوحيد العاجل المكمل اللي يقدر يعتمد عليه. ابوك بيعمل كده من غير عمالك السوده دي. بس في الاخر اللي هياخد وش القشطه هو شفيق، وكل ما نشعل النار جواه هيكره ابوه لحد ما يجي اليوم اللي يوقف قصاده الوقفه اللي ملهاش رجعه، ويطلع من حياتنا كيف ما دخلها غصب عننا. اهو عقل الشياطين دي هيخربت كل اللي ابوك مكلفني اعمله مع شفيق. انت مالكش صالح بالحكايه، انا ما جبتش سيرتك وانا بحكي له. يعني انت قدامه صاحبه وحبيبه وخايف على مصلحته. خليك ورا كلامي وانت تكسب يا بدير. اكسب ايه واني ليه؟ انت ما عايش لحاجه. اللي بشوفه اليومين دول من ابوكي خلي دماغي مخربطه، خليني اشك ان اللي بشوفه قدامي هو جعفر العرباوي. لا 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 ما تصدقنيش ما تصدقنيش يا شفيق، ده انا مش طايق ريحته وراسي عماله تلف. راجل لو شربت كاس تاني دماغك هتبطلها. في لا وانت كمان كفايه كده، خلينا نعرف ونروح. طم واد العرباوي ما يطولش ابدا،
عشان الدنيا كلها بتحرس. عارف ليه؟ عشان المصلحة الكبيرة هي اللي بتحكمنا، المصلحة اللي تخلينا ندوس على أدرك الناس. مش فاهم حديثك يا شفيق. ولا أنا فاهم. حسين وكلنا صديق، حكايتي هي تتحدث مع نفسك يا مصطفى؟ لا يا شفيق، ده واحدة كل ما بص من الشمال ألقاها بتبص لي. يبقى السنارة غمزت يا واد عمي. غمز كيف يعني؟ حتى هي اللي لابسة أحمر هناك دي؟ أيوه هي دي، كانها مصراوية بس زينة جود. نجلة نجلة يعني؟ يلا بينا نجوم. نجوم فين يا عم؟ نجوم فين؟ خلينا ننبسط شوية. اضحك لها. كان يا واد عم جرامك ده، انت سرك باتع يا واد عمي. اسمع، ارفع لها كاسك. ايه؟ ارفع لها كاسك بس يا عم، انت بترفع كاس العالم. دي جاية نقول لها ايه؟ نقول لها اي حاجة، خلينا نبسط ونفرتش شوية. طب انطق نقول لها ايه؟ نقول اي حاجة. اي حاجة يعني ايه؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ممكن اقعد معاكم؟ اصل انا اول مرة اجي لكم وما انتيش تحبين خالص. يا سلام، تشرفي تشرفي، اتفضلي. تشربي؟ كاس واحد ماليش تقل عليه. ايه بقى؟ من ساعة ما دخلت وانت عمال تبص لي. لا بس لقيتي فاهمه غلط. غلط؟ لا ده انا فاهمك صح قوي. ممكن تولعلي؟ معيش ولاعه ولا سيجاره. وعايز اقول لك يعني ان منظر السيجاره في خشمك يعني ايه؟ ما تخليك صريح وتقول على طول. يعني سيد الوالد والست الوالد يعرف انك بتشرب سجاير؟ على فكرة انت بتقلد صعيدة حلوة قوي، مع ان شكلك مش صعيدي خالص. لا صعيدي بس معدل، مش سامع الدبش اللي بيحدف من خشمه. يا سيدي يقول اللي يقوله، المهم انه لطيف. الطف بينا يا رب. ايه اللي عكنه لو قلب مزاجه وخلاه يطلع وياخد مصطفى معاه؟ مفيش حاجة، مخنوق هبابي، ما انت عارف شفيق شباب وما واخدش على الحبسة. يقوم يطلع من غير ما يقول لي؟ انا بلغت جنابك ودلوقتي انا اطمنت من ابو النجا، قال انه قاعد في الباخره بيشرب. يشرب ويتسرمح زي العاده. اعمل له ايه عشان يقدر اللي انا فيه؟ اعمل له ايه؟ ايه؟ بكره الايام تعلمه زي ما علمتنا يا كبير. استناه لحد ميتة. مش كفايه عملته اللي مخليها راس مقلوبه من ساعه ما عرفتها؟ انا متاكد ان جنابك هيعمل الصالح. مكتوب علي اشيل همومكم كلكم. عيله بحالها راكبين فوق كتافي. العربويه كلهم عايشين بحسك يا كبير. طب اطلع استقبلهم، في 20 راجل من ولادي عمامك هيوصلوا دلوك، هنقعدوا معاهم عشان الانتخابات. ها قول الرجالة يجهزوا الواجب بتاعهم، واول ما يوصلوا دخلهم طوالي. اوامرك يا عمي. يلا.